أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ بعض أهم العناوين. فرع الهيئة في كركوك في الهيئة نت يقدم المساعدات الإنسانية للنازحين والمرضى وذوي المعتقلين. في صحيفة المدى نزوح 4000 عائلة من أهوال ذي قار. في موقع كتابات عبد المهدي يأمر الأمن بالتحقيق مع موظفي مكتبه لتسريب وثيقة صلاحيات رجل أمريكا في بغداد. في الجزيرة نت قمة دعوى قضائية تتهم نائبة عراقية سابقة ورئيس ائتلاف ببيع الأصوات. في العربي الجديد النائب العام السعودي يصل إلى اسطنبول للتحقيق بقضية مقتل خاشقجي. أما في القدس العربي الرئيس عباس يجدد رفض صفقة القرن ويلمح لسحب الاعتراف بإسرائيل. وفي صحيفة الحياة إجراءات أمنية مشددة في بغداد ومدن الجنوب. تستعد الأحزاب السياسية العراقية لاستئناف المعركة على الحقائب الوزارية أملاً في الفوز بواحدة من الوزارات الثماني التي لم يحظى المرشحون لشغلها بثقة البرلمان في التصويت الذي جرى الأربعاء الماضي. تشير الأنباء إلى أن حقيبتي الداخلية والدفاع هما مدار الصراع الأشرس الذي تحول إلى معركة كسر عظم بحسب تقرير لصحيفة العرب اللندنية. أضافت الصحيفة أن أحزاباً عراقية بارزة طلبت من عبد المهدي أن يستكمل حكومته بمرشحين من صفوفها. قالت مصادر قريبة من رئاسة الوزراء إن أحزابا عديدة بدأت بممارسة ضغوط كبيرة على عبد المهدي لتكليف مرشحيها بإحدى الحقائب المتبقية. ومع ذلك يرى مطلعون على الشأن السياسي العراقي أن هناك قدرا من المبالغة فيما يتعلق باستبعاد مرشحي الأحزاب من التوليفة الوزارية، ويقول هؤلاء إن الحرية التي تمتع بها عبد المهدي في اختيار وزرائه هي نوع من الغطاء، فقراءة سريعة في ملفات أولئك الوزراء يمكنها أن تكشف عن حقيقة قربهم من زعماء الأحزاب والجهات المهيمنة على العملية السياسية، وهو ما يعني أن رئيس الوزراء لم يمد نظره بعيدا ولم يتعب نفسه في البحث عن كفاءات حقيقية خارج ما كان محتملا. ويقول أحد المعلقين على تركيبة الحكومة العراقية الجديدة إن رئيس الوزراء لم يقدم على ما يمكن اعتباره تحديا للأحزاب أو الميليشيات، فوزراؤه المعينون، يضيف المعلق ذاته، أضعف من أن يتصدوا لمافيات الفساد التي باتت مسيطرة على الوزارات، ولذلك يمكن اعتبارهم مجرد واجهات لوضع سائد. وما يقال عن معارك كسر العظم حول الوزارات السيادية ينطوي أيضا على الكثير من التضخيم، فعبد المهدي وهو ابن العملية السياسية ليس في نيته الاصطدام بالتيار الموالي لإيران الذي سيجد طريقه سالكة إلى الوزارة الداخلية أولاً باعتبارها هدفاً لا يمكن الاستغناء عنه. تضيف الصحيفة أن التركيز على فالح الفياض من قبل كتلة الفتح ما هو إلا نوع من السقف العالي الذي يمكن خفضه من خلال القبول بتقديم مرشح آخر ينتمي إلى الكتلة نفسها، حينها سيظهر عبد المهدي كما لو أنه قد فرض إرادته. وتضيف الصحيفة المستقلة أو وزراء حكومة عادل عبد المهدي أضعف من أن يتصدوا لمافيات الفساد التي باتت مسيطرة على أغلب مفاصل الدولة. احتاج العراقيون للانتظار أكثر من 5 أشهر بعد الانتخابات البرلمانية لتتشكل لديهم حكومة جديدة، وفي يوم الإعلان عن التشكيل الوزاري احتاجوا لأن يسهروا إلى ما بعد منتصف الليل ليتعرفوا على ثلثي أسماء الوزراء الجدد، فيما تعين عليهم أن ينتظروا أسبوعين زيادة على كل ما مر لاستكمال الثلث الثالث من الحكومة التي خيبت تشكيلتها الناقصة الآمال فيها وفيما يمكن أن تفعله في سنواتها الأربع المقبلة لعراق
نفذت أوجاعه على مدى 15 عاما من الجلد واللحم إلى لب العظم بحسب أو الجلد واللحم إلى لب العظم بحسب مقال للكاتب عدنان حسين في صحيفة الشرق الأوسط. في مناورة لامتصاص الغضب الشعبي المتفجر على خلفية أزمات الكهرباء والماء والوظائف في جنوب العراق، أعلنت القوى المتنفذة جميعاً أنها ستترك لعبد المهدي حرية اختيار أعضاء حكومته ممن تتوفر فيهم شروط النزاهة والكفاءة والخبرة، وهذا من مطالب الحركة الاحتجاجية التي رافقتها أعمال عنف غير مسبوقة. بدأ أن هذا سيجعل طريق عبد المهدي إلى الحكم معبدة بالقاشان والسجاد الأحمر ومحفوفة بالزهور، لكن عندما حان أوان الجد وجد عبد المهدي نفسه مطوقا بالإرادات المتضاربة للقوى المتنفذة، تارة بذريعة الاستحقاق الانتخابي وأخرى تحت عنوان الاستحقاق المكوناتي الطائفي القومي. الثلثان اللذان مررهما البرلمان العراقي من وزراء حكومة عبد المهدي 14 وزيرا، لم تتحقق مواصفات الخبرة والكفاءة إلا في 4 أو 5 منهم، فيما الآخرون لم يكونوا كذلك أو هم وضعوا في الأماكن غير المناسبة لاختصاصاتهم، وكذا الحال بالنسبة للثلث الآخر الذين لم يصوت عليهم البرلمان. يضيف الكاتب أما فيما يتعلق بالنزاهة وهي من الشروط الرئيسية المعلنة للتوزير في حكومة عبد المهدي، فليست مما يمكن إثباته، لأنه تبين خلال النقاش في البرلمان أن عبد المهدي لم يعرض أسماء وزرائه على هيئة النزاهة. قائمة الوزراء الممررين أو المؤجلين أظهرت أنهم اختيروا في الواقع وفق نظام المحاصصة، بل إن بعضهم من أقارب زعماء القوى المتنفذة. التكنوقراط هم النخب الأكثر علما وتخصصا في مجالات نشاطهم والتعبير عن معارفهم، وغالبا ما يكونون غير منتمين إلى أحزاب تشوش تفكيرهم وتمنع تعبيرهم الصحيح عن علومهم وخبراتهم الفنية. تعني أيضا حكم الطبقة العلمية المتخصصة المثقفة والحكومة التكنوقراطية، هي الحكومة المتخصصة غير الحزبية التي تتجنب التزام موقف في أي حزب أو فئة أو فرد، وتصلح مثل هذه الحكومة في حالة الخلافات السياسية بحسب مقال للكاتب صادق أسام الرائي في موقع كتابات، الذي وصف الحكومة الجديدة بالجهلقراط. والحكومة الجهلقراطية بحسب الكاتب هي الحكومة الحزبية الفئوية الطائفية التي تجهل كل شيء ولا تعرف إلا تثمير الخلافات والصراعات وإشاعة الخراب والفساد وسحق الوجود الوطني والإنساني في المجتمع. فالحكومة التكنوقراطية حكومة بناء وإعمار وتقدم ورقاء وسلام، والحكومة الجهلقراطية حكومة دمار واحتراب وتأخر وتخلف واندحار في جحور الظلام. وفي واقعنا العاجز عن تشكيل حكومة رشيدة بعد الانتخابات العجيبة، لابد من النظر في الأمر وتقرير اتجاه الحياة وفقا للخيار المطلوب، ويبدو أن لا خيار أفضل من حكومة تكنوقراطية بعيدة عن جميع الأحزاب والفئات، تتسلم أمر البلاد وتشرع بالبناء والإعمار والإصلاح إلى أن يستعيد السياسيون رشدهم ووعيهم ويستفيقون من حالة غيبوبة الشعور الوطني، وحتى يسترجعون ذلك الوعي والإدراك الوطني يكون من الأنسب أن نطالب بحكومة تكنوقراطية. فقد جرب العراقيون الحكومات الجهلقراطية على مدى الأعوام وما ساهمت إلا بتوفير أسباب ودواعي ومسوغات التدحرج إلى مستنقعات الأسوأ والأسوأ جداً. لقد تعبنا من حكومات الجهلقراط وعانينا من أوجاعها وأخطائها وقراراتها القاتلة، فانقلبنا وثرنا ورفعنا شعارات ونادينا بأهداف وتطلعات لم ننجز إلا ضدها، وحولناها إلى أم المستحيلات. يبدو أن الحل الموضوعي والمعقول والمعاصر الذي يحفظ الوطن ويتفاعل مع قدراته بآليات حضارية ذات تأثيرات إيجابية نافعة للمجتمع، أن ندعو إلى تشكيل حكومة تكنوقراطية تأخذ على عاتقها مسؤولية بناء الوطن وترفع اسمه فوق كل المسميات والمواصفات، وتجعل الحيارة يعلمون بوضوح أن كل فرد وحزب وفئة بلا قيمة ومعنى إذا عبرت عن إرادة قتل الوطن بحسب الكاتب.
تتوالى الأخبار حول تشكيل الثلث الثالث من اللجنة الدستورية والخلافات التي تحيط بها، وما يزال السوريون كشعب خارج العملية السياسية باتجاهين، أولهما السماح له بالمشاركة الحقيقية في اختيار أعضاء اللجنة، وثانيهما معرفة ما هي مهمة هذه اللجنة الدستورية بشكل عملي وفعلي، حيث لم تحدد أي جهة من المشاركين من الطرفين إذا كانت تستعد فعليا لكتابة دستور دائم للبلاد، أم أنها تعمل على ضبط وثيقة دستورية مؤقتة تضبط مرحلة إنهاء الصراع المسلح، وتؤسس لبيئة مستقرة توفر لكل السوريين فرصة المشاركة التفاعلية مع أطراف التفاوض على جانبي الصراع باختيار اللجنة الدستورية المؤهلة سياسيا وأكاديميا لصناعة دستور جديد لتأسيس جمهورية سورية بعد الحرب الدامية التي استمرت داخليا 8 سنوات وتمددت خارجيا حتى حدود ما بعد أوروبا والأمريكيتين، حسب مقال نشرته صحيفة الحياة اللندنية. ولعل المهم اليوم أن نعرف مضمون مهمة اللجنة، فهل هي لإعداد دستور ما بعد الصراع، أي أننا إزاء مصادرة مباشرة لحق السوريين في اختيار مصيرهم من قبل لجنة يتم تعيينها وفق التسويات الدولية وبما يضمن مصالح الدول، أم أننا في مرحلة إعداد مقدمات دستورية أو توافقات على مبادئ دستورية؟ فإذا كان الخيار هو وضع دستور دائم للبلاد وهو تجاوز على حق السوريين، فإن ذلك يتطلب توافقات سياسية بين كل قوى الصراع الداخلي بما يضمن إنتاج دستور يرسخ عملية التوافقات وينزع فتيل الصراع القائم ويعالج أسبابه البعيدة منعا من إعادة إنتاجه بأشكال جديدة، وبين مجموعات قائمة أو تمهد الظروف لتكوينها، ما يجعل الدستور يوظف في غير مهمته الأساسية بترسيخ السلام بين كل السوريين أفرادا وجماعات. ولكن مع ما تقدم فإنه من الجراءة أن نسأل، إذا لم يفرض الدستور الجديد بصياغته الجديدة وبأساليب تنفيذه على المكونات السورية من النظام والمعارضة، فهل يمكن أن يحدث ذلك بالتراضي بعد 8 أعوام من حرب أسست لتحويل مجموع الأسر السورية إلى ضحايا أو عوائل لضحايا؟ إن ضبط إيقاع التغيير الدستوري مع بدء انفراجات تمويل إعادة الإعمار في سوريا، على الرغم أنه يقلص طموحات السوريين ويجعلها تمر من قناة ضيقة ومحدودة، إلا أنه يؤكد أن كل الأطراف المتنازعة في سوريا بدأت ترفع راية التسليم بضرورة التغيير في الأدوات والأسلوب لحصد النتائج على قلة أرباحها وتقنين الخسائر التي طالت الجميع على اتساع رقعة المتدخلين في حرب السنوات الطويلة. في سوريا أيضا، نشرت صحيفة العربي الجديد مقالا عن مسار المفاوضات والجهود الدولية للكاتب برهان غليون، جاء فيه: كان من المؤمل أن يقود انتهاء المعارك الحربية الذي سعت إليه الدول المعنية بالقضية السورية والتي قبلت من أجله تقديم تنازلات سياسية كبيرة لروسيا وإيران والأسد إلى تعبيد طريق المفاوضات السياسية لوضع حد للكارثة السورية المستمرة منذ أكثر من 7 سنوات. لكن من الواضح الآن أن مسار المفاوضات والحل السياسي المزعوم في طريق مسدودة تماما، وإذا استمرت الأمور على ما هي عليه لن يكون هناك أي أمل في التقدم خطوة واحدة على طريق الدخول في الحل، وسوف ينتهي الأمر بتكريس الوضع الراهن الذي يقسم سوريا إلى مناطق نفوذ متعددة ويجعل منه وضعا طويل الأمد. تجد موسكو التي ربحت الحرب من دون شك أمام فصائل المعارضة المسلحة التي فشلت في توحيد صفوفها والعمل حسب خطة وطنية وبعيدة المدى، تجد نفسها اليوم عاجزة عن تحقيق السلام الذي يتوقف عليه ما تأمل روسيا أن تقطفه من ثمار سياسية تتجاوز في أثارها الوضع السوري ودور موسكو في سوريا المستقبل إلى دور روسيا المقبل على الصعيدين الإقليمي والدولي. لا ينجم هذا العجز عن الصحوة الأمريكية أخيرا واكتشاف واشنطن خطر السماح بالتمدد الإيراني في دول الإقليم ورغبتها في إعادة تعزيز وجودها العسكري والسياسي في المنطقة وفي سوريا والعراق خصوصا الآن، وإنما أكثر من ذلك
من افتقارها للتفكير الواقعي واعتقادها بأنها تستطيع أن تخدع الجميع، فهي تدعو الدول الغربية إلى الانخراط في عملية إعادة الإعمار في الوقت الذي تريد أن تحتفظ لنفسها وحلفائها المحليين والإقليميين بالسيطرة الكاملة على مسار المفاوضات ومستقبل سوريا ذاتها. والواقع أن عوامل تعطيل الحل السياسي لم تولد اليوم، لكنها رافقت العمل الدبلوماسي الدولي على المسألة السورية منذ بدايتها. وكانت جرثومة هذا التعطيل كامنة في قرارات مجلس الأمن الذي خضع لإملاءات موسكو وإراداتها في النهاية، وأراد أن يربط أي مخرج للصراع الدائر في سوريا بتفاهم بين نظام رمى بنفسه في حرب شاملة لم يوفر فيها سلاحا عسكريا سياسيا أو نفسيا وإعلاميا، ولم ير لها أفقاً أو ضوابط غير سحق الانتفاضة الشعبية وإغراقها بالدماء من دون أي حساب للربح والخسارة، ومعارضة مرتبطة بجمهور كان على ثقة مطلقة بحقه في التغيير كما حصل في البلدان القريبة الأخرى، وبقدرته على صناعته واستعداده غير المسبوق لتضحية بكل ما يملكه للوصول إلى غايته. لم يبالغ رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو حينما قال متبجحا إن علاقات كيانه بعدد من الدول العربية آخذة في التنامي. حسب الكاتب حسين القرع في مقال جاء فيه كان الأمر يتعلق بإجراء سباق محموم بين إعراب التطبيع عنوانه العريض من هو أكثرهم هرولة نحو الاحتلال وانبطاحا له، ومن يستطيع إرضاء نتنياهو وترامب أكثر من غيره، حسب المقال الذي نشره موقع عربي 21. المفارقة أن وتيرة الهرولة العربية بدأت تتصاعد برغم رفض الاحتلال القاطع لمبادرة السلام العربية التي طرحوها في قمة 2002 واكتفائه بعرض الحكم الذاتي على الفلسطينيين في إطار صفقة القرن الرامية إلى تصفية قضيتهم واستمرار الاحتلال بارتكاب جرائمه بحقهم في غزة والضفة وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين المسالمين على الشريط الحدودي وقتل العديد منهم وجرح المئات كل أسبوع. نتفهم أن توقف الأنظمة العربية حروبها على الاحتلال منذ 45 سنة كاملة وتنكفئ على نفسها متذرعة باختلال ميزان القوى العسكري بين الطرفين، ونتفهم أيضا إحجامها عن دعم المقاومة الفلسطينية بالمال والسلاح خوفا من إثارة غضب أمريكا. ولكن ما الذي يجبر بعضها على الانتقال من النقيض إلى النقيض وبيع فلسطين والأقصى بثمن بخس والهرولة إلى العدو بهذه الطريقة الذليلة؟ أليست هذه خيانة جديدة لفلسطين وطعنة نجلاء في ظهور الشرفاء الفلسطينيين وتنكر لدماء شهدائهم وتضحياتهم اليومية؟ الآن فقط يمكن أن نقول أن الاحتلال حقق نصرا سياسيا كبيرا بعد أن وجد بين ظهرانينا من يقبل احتلاله أراضينا وتدنيسه مقدساتنا ويطبع معه ويتخذه صديقا يلقي إليه بالمودة ويبيض وجهه الإجرامي البشع ويبرر مذابحه واضطهاده اليومية للفلسطينيين ويستقبل سفاحيه على أراضيه. إنها ردة خليجية خطيرة تجاوزت كل التوقعات، حتى القادة الصهاينة أنفسهم ستذهلهم بلا ريب هذه التطورات التاريخية وغير المسبوقة منذ 70 عاما. ولكن لا أبا بكر لهذه الردة المهينة للأسف، فالشعوب تغط في نوم عميق، استسلمت بدورها للأمر الواقع، ولم يعد التطبيع الذليل مع العدو أو رفع علمه في أي عاصمة من عواصمها يعني لها شيئا بحسب الكاتب. أصدرت وكالة الفضاء الأوروبية هذا الأسبوع صورة غريبة التقطتها مركبة الفضاء مارس إكسبريس لتكوين سحابة في المريخ طولها 930 ميلا من بركان أريسا مونس الضخم والبلغ ارتفاعه 12 ميلا عن سطح المريخ. تم رصد الظاهرة لعدة أسابيع متتالية، ما أعطى انطباعا للمتابعين أن البركان على وشك الانفجار، وذلك إن حدث فسيكون حدثا ضخما حيث إن ثورانه الأخير حدث قبل حوالي 50 مليون عاما. ولكن تبين أن هناك تفسيرا أكثر بساطة، فوفقا لصحيفة نيويورك تايمز فإن ما حصل هو ظاهرة أرصاد جوية روتينية تسمى الرفع الأوروغرافي،
وقال العالم بمعهد علوم الكواكب لصحيفة التايمز إنه لا يوجد أي احتمال لنشاط براكين، لأن المركبات الفضائية التي تدور في فلك المريخ لم تكشف عن إشارات لثوران قادم، وأنه لا يوجد شيء غير مألوف حول التكوينات السحابية. إلى الكاريكاتير. هذا ما كان في جعبتنا اليوم في صدى الأقلام، على أمل أن نلتقيكم غدا في صدى أقلام جديد. دمتم في أمان الله ورعايته.